دولة. أعتقد أن اليوم كذلك هناك خصوصية لهذا المعرض بالنظر للعديد من الإصدارات الجديدة الصادرة في 2019. اليوم كذلك المملكة الإسبانية ضيف شرف، وهذا راجع بدرجة الأولى للعلاقات الاستراتيجية المتميزة السياسية والدبلوماسية وكذلك للعلاقات الثقافية. الكتاب الإسباني والثقافة الإسبانية حاضرة بقوة على الصعيد العالمي، وكذلك تستضيف الكثير من الأدباء الإسبان والمثقفين الإسبان في هذه الفترة. السلام عليكم، مدام الداري لطيفة، مندوبة التعاون الوطني بنمسيك وعضوة في منظمة مأمن الاستقلالية منتدبة بجهة بني منال في نفرة، وحنا سعداء بمنظمة بمشاركة في هذا المعرض اللي هو معرض الكتاب والنشر اللي كيكون على رأسكم سنة، كتحتضنوا رحاب معرض الدار البيضاء واللي كيضم نخبة من العارضين الكبار. على سبيل المثال اللي كيخصنا حنايا هي منظمة المرأة الاستقلالية كمنظمة عتيدة تهتم بالمرأة في المجال الحزبي، وهو حزب الاستقلال على اعتبار أن حزب الاستقلال هو حزب عتيد، حزب عنده واحد ثوابت كتعتمد بالأساس على القيم الإسلامية وعلى النضال وعلى خدمة الوطن وأيضا على الحداثة. قديم عتبة تابع سويتها غيفاس، هو الموسم دائما حنا مستعدين الكتب موجودة خاص هو اللي يشجع الكيان باش يجيو جميع الأصناف ديال الشباب، هادي القيادة الثقافة التكنيك وجميع الأماني تعيش. وبالنسبة كاين شي عجوب بالنسبة للقراءة؟ حنا كنحاولوا على طريق أساسة الحوار ماشي شي سالب ديالي يجي يعني جميع صار تلاميذ يكونوا شجاع من طرف الآباء أولا والأستاذات ثانيا. كاين اللي كيجي المعرض غا باش ينظر، دونك المعرض راه خزانة واقفة ديما كنتو كنديرو المعلومات على بعد ساعة أو ساعتين. نحن على بعد ساعة على افتتاح المعرض، على افتتاح الدورة 25 للمعرض الدولي لنشر الكتاب. هذه الدورة تميز أولا على مستوى الرصيد الوثائقي بمشاركة 700 ناشر من ينتمون إلى 42 دولة، يقترحون رصيدا وثائقيا يتجاوز 128 ألف عنوان. هذه العناوين تغطي بالطبع مختلف المجالات. أذكر أن العلوم الدينية تشغل 7% نفس النسبة بالنسبة للفلسفة، وهناك الأدب الذي يشغل الأغلبية بحكم طبيعة المعرض حيث تصل نسبته إلى 21%، بينما تشغل الكتب الأطفال 14%. فيما يخص برنامج ثقافي، البرنامج العام قد يتجاوز 1600 لقاء لمشاركة 1500 كاتب. فيما يخص برنامج وزارة الثقافة نقترح هذه السنة 120 لقاء بمشاركة 317 كاتب من المغرب ومن خارج المغرب. أذكر من بين أهم اللحظات يعني الأقوى ديال هذا البرنامج، على سبيل المثال ساعة مع كاتب حدث نستضيف في إطار هذه السنة الكاتب الروائي المصري إبراهيم عيسى والكاتب اللبناني بوشاور وغيرهم. هناك أيضا حفل تسليم جائزة الأغانا وبالإضافة إلى حفل تسليم جائزة القراءة. البرنامج الثقافي هذه السنة يصل إلى 120 لقاء، خصصنا له هذه السنة فضاء خاصا مليخ بالأطفال. فيما يخص ضيف شرف هو إسبانيا، إسبانيا تحضر أولا من خلال رصيد وثائقي هام يعكس الحركية الإبداعية والحركية الثقافية داخل إسبانيا، وأيضا من خلال برنامج ثقافي يشارك فيه 40 كاتبا من المغرب ومن إسبانيا. الثقافي السعودي المملكة العربية السعودية تشارك سنويا في الكتاب الدولي. هذا العام لدينا طبعا نحن في الأخوة الثقافية نتولى الإشراف على هذا الجناح السعودي، يشارك معنا عدد من الوزارات في المملكة العربية السعودية، أيضا عدد كبير من الجامعات السعودية بإصداراتها بحقوقها بإصداراتها الجديدة التي أصدرت في هذا العام.
هذا العام يميز الجناح السعودي وجود قاعة للمحاضرات، يكون هناك أمسيات ليلية ثقافية، جلسات مثقفة بين أدباء سعوديين وأدباء مغاربة. لدينا بعض الأدباء السعوديين والأدباء السعوديين سيشاركون هذا العام في الجناح السعودي بإذن الله. جلسات يومية أو ليلية بإذن الله ستقام في هذا الجناح. نرحب بجميع المثقفين والأدباء المغاربة بزيارة الجناح والمشاركة في الندوات والمحاضرات. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.